جيت لهنايا بصفتي من المجتمع المدني كنندد بفكرة التحرش الجنسي عامة، فهاد النزيلة اللي وقعت لهاد الطالبة اللي كتقول أن الأستاذ ديالها تحرش بها مقابل باش توصل للنقطة ديال الماستر. حنا لحد الساعة ما عرفناش الحقيقة فيه كاينة، ولكن أنا من هذا المنبر كنحاول نوضح أنني ضد فكرة التحرش الجنسي من أي مسؤول كيف ما كان المنصب ديالو في مكان النوع ديال العمل ديالو. أنا ضد المرأة سواء كانت عاملة، تلميذة، طالبة، ربة بيت، كنبدد الفكرة ديال التحرش الجنسي. من هنا كنطالبوا إلا كان فعلا التحرش الجنسي تخاد مع المسطرة القانونية، أو الطالبة أنها كتقول بأنه تحرش بها حتى هي تخاد في حق المسطرة. حنايا مع كلمة الحق.